عندما نقول إمام مو معنى أنه حاكم. الحكومة منصب من مناصب الإمام. أمير المؤمنين إمام يعني مو معنى أنه هو المفروض يكون حاكم وذولا أزاحوه. الحكومة أحد مناصبه. إمام في كل شيء، إمام بعنوان حاكم، نعم، إمام في الأخلاق، إمام في الفقه، إمام في العقائد، إمام في السيرة، إمام في كل شيء. ومثل ما ذكرنا الإمامة السياسية يعني السلطة والحكومة، هذه منصب من مناصب الإمام. لذا هم ما أزاحوا الإمام عن إمامته. الإمام إمام من الله، هذا منصب إلهي لا يزاح أحد منه، إنما أزاحوه عن السلطة الظاهرية. على كل حال، فإذن في كل شيء المرجع هم الأئمة عليهم الصلاة والسلام، في كل صغيرة وكبيرة، في حكم، في أخلاق، في فقه، في أصول، في كل شيء، في عقيدة نأخذ منهم ولا نبالي بما يقول هذا وذاك، لأن كلامهم النور والحق. أنت تشوف الآن ليش هالقد أصوات السلفيين مرتفعة إلى العالم، وإسلاماه وتسنناه، سلطة بيدهم، فلوسهم عندهم، قاتل يستعملوا، إرهابهم عندهم، إذاعهم عندهم، فضائيات بيدهم، إعلام بيدهم، كل شيء بيدهم. زين، إذا واحد كل شيء بيده لماذا يخاف من أقلية مضطهدة؟ لا فلوس عندهم، لا إعلام قوي عندهم، زين، لا دولة عندهم إلا القليل، ومضطهدون في كل مكان. الحق القوي يخاف من الباطل الضعيف؟ لا. ليش ذاك اللي قوي في كل شيء يخاف من هذا الضعيف؟ لأن هذا الضعيف هو الحق. صحيح ما عنده سلطة، صحيح ما عنده فلوس، صحيح إعلامه ضعيف، بس هو الحق، والحق يعلو ولا يعلى عليه. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، هذا هو السبب في خوفهم وصراخهم مرتفع على العرش. وإلا لماذا لا يصرخون ضد المسيحيين؟ المسيحيين فلوسهم أكثر، إعلامهم أقوى، دول وياهم، استعمار وياهم، زين، كتبهم أكثر تطبع، مواقعهم أكثر. ليش ماكو أحد يصرح ضد المسيحيين؟ لأنه باطل. صحيح هو عنده كل قوة بس باطل. ماكو مسلم يروح يصير مسيحي إلا إذا واحد ما عنده عقل أو مطيف فلوس رشوة. الضعيف الحق لا يخاف من القوي الباطل، والقوي الحق لا يخاف من الضعيف الباطل بطريق أولى. بس هذا القوي ليش يخاف من هذا الضعيف؟ لأن هذا الضعيف هو الحق، والحق ينفذ.